سعدات الليروة وفهم كلام القدام. أمانا وبرتال أمانا وبرتال سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام. حكمة ومثال حكمة ومثال ما محفوظة في الواح ما نسمى بكلام ما محفوظة في الواح ما سممها زمام. بسم الله. ايوا واش تليتو؟ قلت لك على لا ضربنا الميعاد ومشيت تشاور مع ولاد النادفه وانا غنجمع ولاد زراوطه ونشوف واش غنديروا. الى التوينا نديروا اليد في اليد ونساو اللي فات. ما خش الواحد يعطي المسافه في الدم غير وكان ردوا بالكم المنادفه راهم ما ساهلينش ومن بكري وهما جبادين العار وسباقين يخرجوا كلام الغيار. عندك الحق ولكن الله يهديهم. ايوا وبنتنا زينه انت غادي نفرحوا بها؟ قلتي لي هاد السوق لا والسوق الاخر نديروا اللمع والفرح. ايه راني تمشى معايا احمد ولد خويا للسوق وتقاد دينا ان شاء الله ما يجي رمضان يدخل حتى تكون زينه رايحه عنده للدار. وسيدنا رمضان اش بقى ليه بالسلام؟ ايوا غير صبري ما لقى سالك البنت على قلبك. انا بنتي كاع مسخيه بها غير وكان البنت سرها دارها. ايوا حتى حنا بغينا نفرحوا بها ونديروا ليها شي مولاتي العراسيه ديز هالكلام. ياك ما قرتي من بنت الحاج العيدي اللي دوزت عرسها يامس؟ في الحقيقه دار ليها باها عرس متورخ وما نخبيش عليك ملي جيت من عندهم وانا كنخمم لو تنقول مع راسي خصي يكون عرس بنتنا زينه بحال ديالهم ولا حسن. ولا انا غندير ضحكه رانا شيخ القبيله وعندي غير بنيه واحده خمس سنين ندير ليها عراسيه احسن منهم كاملين. سير الله يطول لينا عمرك ويخليك لينا. هانا فضيله وتي شوفي بعدا جدك الله يهديك. واشوف غير انت وتي شوفي شوفي بعدا فضيله الناس قاع تسوقوا راحوا لديورهم وانت ما جاي حتى للمغرب وتي شوفي فضيله الله يهديك شوفي بعدا. يلا تفكرتيني بهاد القفايطين عجبكو؟ انا الباركه ملي تفكرتيني واخا هو قفايطين من دون ولاني اللهم هو ولا بلاش. تي ديما غتعيبي ما عمرني عقلت على راسي جبتلك شي حاجه وما كرفتيهاش. جبدي جبدي راه كاين واحد جوج قفاطن هنا ليا والبناتك. ولا عجب هذا كبور ثلاثه السواق وانا مصدعك تجيب لي غير زويف ولا شد راسي وما جبتيهمش. ايوا هاد السوق اشك حتى جبتي ليا ولبناتي؟ على نسيتي زينب بنت خويا غتروح هاد الايام لدار ولد عمها؟ ايوا جبت ليكم حتى نتوما باش تحضروا في العرس. قول لي هكاك واش شتك ما عاجبك حال؟ وعلى مالك بغيتيني نزغرت ولا ندردق؟ ومالاش فيها زغرتي ومالا ماشي بنت خويا واللي غيتزوج بها تا هو ولد خويا؟ هاكيت ولد خوك اللي ما خداش وحده من بناتي هاكيتو ها؟ والقلب وما بغا فضيله. ياك علاه زينب باش حسن من بناتي؟ هي لا شقالة نقا فشاها امها وزيد عليها باها ويدها ما كتحطاش في الماء. اما بناتي انا سمياهم الحادقه والقوطه غير على شقاهم وتحطهم على الجرح يبرق. وسال على المكتبة فضيلة. المكتب ها وفحال والو تكون ديك الكافرة بالله ديال مرات خوك لما تكون سحرت ليه ترجعت وما كيشوف غير بنتها زينة. وغير صبري يا فضيلة الله يهديك رزق بناتك يجيهم يجيهم. ايوا عافا سيدي هذا الرزق والزهر الا ما جبتيه ليهم تباهم شكون اللي غادي يجيبو ليهم؟ فضيلة خليني نتسارح راني فقت السروية مشيت للسوق جينا نجيبو لك جوج سراوت فضحتينا يخ.
ارقد ارقد الكافر زق بناتك. انا مزاوقه فيك اختي غنو، لما وقفي معايا وخمي ليا في شي حيله باش نتهنى من بنت لوسي زينه. راه ما تستاهلش ياخذها ولد لوسي، بغيتو الوحده من بناتي ما نكذبش عليك. يا كافضي اختي نكراني من شحال هذا، ودابا عاد تفكرتيني. يا كان اختك ملهمك ودمك وما راضياش بيا ولا بالناس يعرفوني، قلتي ليا سحارة كهانة مغولة وتبريتي مني. حسيتي درتي الكرام والزمان ولاو عندك البنات وباغية تزوجيهم. ياك اختي غنو ملي ماتوا والدينا وانا عايشة معاك في هاد الغار، نخدم عليك نحطب ونطيب، شهماتني تمارة وبغيت حتى انا نتزوج ونحيد من عيش القهرة، حرام. يا كان كارت الخير كنتي عايشة في القهرة، يا كنتي عايشة معايا ما خاصنا حتى خير. ما كان خاصني حتى خير؟ راه انت اللي ما كان خاصك حتى خير، اما انا كان خاصني الراجل والولاد. يا انت دابا اش طلعك من هاد الجرة ومن هاد الولاد غير تمارة والقهرة، وما لقيش حتى اللي يساومهم ولا يتزوج بيهم. ما دابا انا جيت عندك باش تنقصي مني وببناتي تعيريني. لا اختي فضيلة انا ما كنعايركش، وكي كيقولوا الناس الاولين عمر الدم الدم ما كيولي ما. هي غادي تعاونيني ياك؟ ولا لا ما عاونت بنات اختي اللي هربت عليا، شكون اللي غادي نعاون؟ ها باقا غنو كتقولي هربت عليك؟ واشنو مشيتي بخاطري؟ ها وما عندك باش تلوميني، غير حتى انا عندي باش نلومك. اخا فضيلة اختي وباش بغيتي تلوميني؟ دوي تكلمي باش بغيتي تلوميني. ملي ماتت امي خلات لينا بزوج البركه، ولاني السر الكبير ديال الحكمه خلاتو لك انتيا حنت كنتي كبر مني في العمر، ووصاتك انا باقي عاقل عليها باش تعلميه ليا ملي نكبر، ولاني انتي ما بغيتيش وخليتي السر لك وحدك باش نبقى ديما انا خويدم عندك. لا فضيله امي وصاتني باش نعلمك سر الحكمه ماشي ملي تكبري ملي تشربي عقلك. ياك علاه انا مني مشيت من عندك ما كنتش شاربه عقلي؟ لا بنت ميمتي ودابا نيت راكي باقي ما شارباش عقلك. ياك غنو اختي انا اللي شديت راجل بشلاغمو خوشيخ القبيله وعدت بداري وبركنتي وعندي زوج بنات علمتهم الشقا ونقا اللي حتى بنت في الدوار ما خرجت في حالهم، تقولي لي باقيه ما شربت عقلي؟ انا اللي ما كان في خبارك غنو راعت تميمه ونشرب لبناتي عقلهم. بناتك 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 ملي جيتي وانت تدوي على بناتك بحال انت اللي ولدتي. يا لا لا دوك بناتك سير ديريهم زويقات وعلقيهم في دنيك، لا جاي مصدع عليا بهم راسي. هي بناتي وفرحانه بيهم، الواحد هو اللي يفرح لبناته حيت هما اللي كيهزوه في ضعفه واخر حياته، ماشي بغيتيني نموت جيفه مجليه في شي غار ولا خربه. فضيله هادشي هذا عندك معيار معيار. وسمحي لي غنو انت اللي جبتي، وحتى دابا سمحي لي ديريني كاع ما جيت عندك كاع. جلسي جلسي انا ما عندك فين تمشي. واخ انت قصدتيني وانا ما غاديش نخسر لك خاطرك. ديدي ما فكا انا كاع ما بغيتي هاد التعيدات خطبت حنا. عندك الستر
ايوا اش ظهر لك اول خويا؟ اش غادي نقول لك عمي؟ المنادفه راك تعرفهم. ايوا الله يهديهم الله يهديهم. انا كون سعفتيني يا عمي بلا ما نطلعوا عندهم القبه نعيطوا لهم هما يجوا عندنا هنا للقبيله. داكشي اللي خممت فيه اول خويا ولكن الرقاص ديالو مشى وفات مني عطيتهم الكلمه. ما كاين مشكل، حتى دابا صيفط لهم الرقاص ديالنا قول لهم باللي بدلتي ريك وبغيتي ترد الصلح حفله يحضر ليها الكبير والصغير وحتى عيالاتنا، وهما الا بغاو يجيبوا عيالاتهم عندنا للقبيله ما فيها باس. لا 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 ولد خويا غتجي طيحه، هما اختاروا نتلاقاو عند قبه جدنا حيت جدنا فين تلاقاو العروق والدم، وعند بالهم زعما ملي ضربونا الميعاد عند القبه راهم مناوين الشر. عدي عمي الله يهديك، انا ملي عقلت والمنادفه هما رحبه الشر ومن عندهم كيتفرق الغدر. كالله غفور الرحيم ولدي، هذا خلافنا احنا الكبار، ما خصكمش تديو عليه نتوما الصغار. احنا غلطنا ونقلنا لكم الحقد اللي في قلوبنا وقلوب والدينا، ولكن جا الوقت باش تصفوا القلوب وديروا اليد في اليد. الوقت والزمان هذا اش قالوا جدودنا؟ دير النية وبات مع الحية. عندك الحق عمي، ولكن إلا بت مع الحية لازم من بات فايق. أنا كل شيء موجود بالحق، بغيت واحدة من بناتك نزوجها لولدي حمو. علاه ولدك حمو باقي معك أنا؟ كيفاش باقي معايا أنا؟ راه حمو هذاك ولد مو فين غادي يمشي؟ واختي غنو ولدك ربيتيه على طبيعة الغوال طلع فحال بواه يشرب الدم وياكل لحم بنادم، وإلا روحتي لي وحده من بناتي غادي ياكلها ليا. مرتو ولادو عليهم الامان، على باه ما كانش غول مالو ماكلاني انا، وانا كنت من البشر ولكن ما مشيت حتى زيستو. اه علاه بناتي قريه البلالي انت قريه؟ سمحي لي يا اختي غنو طلقيني خلاص، عطيني اش بغيتي تعطيني وخليني نمشي في حالي. فضيلة مالك خايفة؟ معلوم نخاف اختي غنو، انت عارفة ولدك مع الحم بنادم. انت راه خالته ولا بيلا راكي من دمه ولحمه، ما عندك مناش تخافي. قولي ليا داك الحجاب اللي كنت عطيتك تعلقي بقى مالية فيه؟ باقي عندي. فين هو؟ هو محزمة بيها. دابا خلي تكسي وتناي وترتاحي وما تعمري راسك تبع حاجه، حيت هذاك داك الحرز دايرها لك على حساب امو. ما تخافي حتى من حاجه، حتى حاجه ما غادي تاديك لا من الانس ولا من الجن، سمعتيني؟ بارك الله فيك. وبحال هذاك الحرز اللي عندك يعني صوبت لك جوج بناتك في هاد المديجات وزيد عليهم شي حاجه ديال القبول، وهذا غادي تحلقي لتك بنت لوسك ديك زينه، وغادي توصي بناتك غادي يدوروا ليا بها ويخرجوها ويفرزوها عليا في شي قنت
وغادي نفرشك فيها أنا وولدي عمو. سمعتيني ولا لا؟ وغادي نتهنى من زينب مرة. هاويلي هاويلي، هي ما كتعرفيش ولدي عمو ملي كيتلاقى مع بنادم اش كيدير فيه. عارفة اختي عارفة، وياك بناتي ما غاديش يأديهم ياك. إلا ما فرطوش في العروسة ما غادي يقيسهم، ما غادي يحاديهم. وولد عمهم غادي غير يشوفهم وتشي العين في العين وغادي يقولك منهم خلاقيت. بزوجات؟ لا يا رفيلة، حيت وحدة قللت لها على الأخرى. وين وحدة فيهم؟ ما وزهرهم، واللي عندها الزهر كتر غادي يطيح في داك اللي مكترة فيه القبول وذكرى فيه سميت ولد عمها كتر. والله يكتر خيرك أختي غنو، ويخلي لك ولدك حمو ويطول عمرك. وهذا ما غادي تنوضي وعندك تغبري ليا. هاكي عندك تغلطوا لك المديجات، راني ما نوراك ما انا قدامك. سمعتي ولا لا؟ هاكي هادو ديال بناتك، وهذا ديال بنت لوسك. وليني اختي غنو كيتشابو. ولا بيلا، راه انا بالعاني درت هادوك ثلاثه ديال المديجات بحال بحال باش مرت لوسك ما تدي ما تجيب. واخ هادو ديال بناتي وهادو ديال زينب ياك. وبسلامة اختي، الله يهنيك تسع. ما قالت ليناش فين غادية، من اللي صبح الصبح خرجت خلاتنا سايرين تنطيبوا في الفطور ومشات. هاي هاي على هذيك غزيداتكم الشقة باقات صغارات وتهنت، ما بقى عدا غرض لا في شقة لا في مولا خيمتها. ما تقلقش أبا، دابا تكون غير عند دادا حليمة. إيه أبا كيف ما كتعرف، راها مسكينة كبيرة وعمية ووحدانية وما عندهاش من يقابلها، تكون غير مشات تشقى ليها وتونسها شوية وترجع. اها مقرياكم ومعدي ما نسانا فادي، كل شي علمته ليكم قد لسانكم قد دراعكم. قولوا لي واش علماتكم توش دروسكم؟ على فين غادي نمشيو؟ الليلة غديكم تباتوا انتم امكم عند خيمة عمكم الشيخ العالمي. علاش عندهم شي فرح ولا لا؟ ما ياك ما غادي يزوجوا بنتهم زينة؟ لا ما عندهم والو، غالصباح غنمشي انا وياه لقب جدنا. اييه سمعتك انت امي كتهضروا وقلتي ليها غادي تمشيو تصالحوا مع المنادفه. واش داك تتصنتي علينا لقيقي بالهضره هدوي؟ اي كنت دايزه من حدا البيت وانا نسمعك كدوي معاها. ما كاين باس، كفي تقول لها على فمها طلع البنت تشبع امها. يلا كملوا شقاكم ووجدوا راسكم، بالله جات امكم باش نمشيو. واخا ما عندي ما نخبي عليك امرات لوسي، بان لي راجلك مجمع مع التهامي وكيتحتو غير بشويه. ايوا لا هزني الفضل وانا نمشي نتسنط اليوم، لقيتهم كيدو على قبيت ولاد عمهم زراوطه. ملي سمعتهم يا خيتي اش كيقولوا ابرد ليا المفركبيه، وقلت غير الصباح الصباح والله تمشي عند مرت لوسي التبارية نعاود ليها ما سمعت، راه ما خبارها ما يتعاود. فراسي كلشي يا اختي هشومه، شتي راجلي الزعيم ما كيخبي عليا والو، ما كيدير الخلفه حتى كيتشاور معايا فين يدير الخلفه الاخرى. ونزيدك شتي راجلي الزعيم كيدير بريف الصغيره والكبيره. ايوا انتي ماشي بحال داك غرق النيه ديال راجلي، ما يشاورني ما يعاود ليا. بالحق سمحي لي يا تصيباريه، انت بخبارك اش ناويين يديروا؟ وقابله ساكته. ويلي يا هشومه اش بغيتيني ندير ليه؟ هادوك راه ولاد عمهم، يتصالحوا معاهم ولا يتقاتلوا شغلهم هذاك، وزيدون هما راه عارفين ما يديروا. واقيلا خويتي ما فراسك ما يتعاود نيت. ويلي على كاين شي حاجه من غير هاد الشيء؟ على هلا لا ما بخباركش باللي رجال القبيله منهم راجلك وراجلي مشاو يجيبوا عيالات من قبيله زراوطه باش يكونوا عيالاتهم تحت يدين رجالنا.
ولادهم يكونوا ولادنا ولا لاو يديروا قبيله وحده باش ما يبقاش داك التار بيننا وبينهم ميقنا منه. اويلي يا خوتي راه بحال سمعتيها بوديناتك. واخا يا سي الزعيم العرطي باري يا خوتي عندك تقول لهم انا اللي قلت لك هاد الهضره. ايوا سترني الله يرحم والديك. لا يا اختي هشومه غير كوني هانيه ونعسي على جنب الراحه. وشكون بلغك انت هاد الخبر؟ هي هادشي اللي كيروج بالصح. اي هلاله بالصح ايك سي الزعيم كتقول فيها بوجهك احمر. سمعي يا طيباريه لا تصدعش ليا راسي سيري بدي ساعه اخرى. واخا سيدي غادي نبدل السوايع هما ماشي غير هاد الساعه. مصاب ديريها هاك شرب الدم باش عمرك ما تشوف الغم ولا يدور بك الهم. مال وليدي مال اش خسر خاطر وليدي واش مقلقو؟ سمعت كل شيء يا امي. سمعتي اش قالت لي هذيك المرأة؟ علاش ما قلتيش لي باللي راها خالتي؟ علاش؟ نكرهها حيت هي الاولى نكرهتني وهربت من جلدها وبغات تمشي تعيش بين البشر وانت كتشوف هيا ولا الضيفة بحالهم وجات عندي انا غنو باش نوريها اش دير. علاش ما بغاتش تجوجني بوحده من بناتها؟ علاش؟ على قلت عقلها حيت ما عرفاش قيمتك واش كتسوى. انا اش كنسوى؟ اش كنسوى؟ اش كنسوى بلا ولاد بلا مرا؟ غير صبر وتسنى راني ما نتسماش غنو اللي والده حمو إلا ما زوجتك وحده من بناتها. أنا بغيتهم بزوجاتها أمي بزوجاتها. لا ما خصك تجمع ما بين الخواتات. وعلاش علاش؟ باش ما يخرجوش ولادك غوال. سعدات اللي روى وفهم كلام القدام. أمانا وبرتال أمانا وبرتال سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام سا وحديت وحديت واوا وش لا كلام. حكمة ومثال حكمة ومثال ما محفوظة في الواح ما مسمى بكلام ما محفوظة في الواح ما سممها زمام.